كمان بدنا نقول لسميرة بونجور، منضم لنا عبر الهاتف من غرفة التحكم المروري المؤهل الأول أحمد شعبان. صباح الخير. ايه صباح الخير، يعطيك العافية، الله يعافيك. تفضل. نعم، بالنسبة لحركة السير فينا نقول مداخل العاصمة حركة صباحية معتادة. المدخل الشمالي لمدينة بيروت ما عم تكون عنا من جوني باتجاه بيروت، عم يبلش عنا تراكم السير مثل العادي على الضي جسر أنطلياس باتجاه جل الديب نهر الموت، وبتكمل ناشطة باتجاه الوسط. نعم. أما بالنسبة للمدخل الجنوبي حركة السير عم تكون عنا ناشطة، عم تتراكم عنا حركة السير على خلدي باتجاه الأنفاق، إنما دون عوائق، ومحور لوزية عم يشهد حركة سير ناشطة بهالأثناء. أما بالنسبة للمدخل الشرقي لمدينة بيروت حركة سير ناشطة من كويع عرية باتجاه الجمهور. داخل شوارع بيروت بعد حركة السير فينا نقول طبيعية، عوائق على الطرقات ما في عنا او اي قطع باي مكان. هيدا هي بنفس بالنسبه لحركه السير وضع الطرقات. بالنسبه للحوادث اللي تسجلت عنا من امبارح لليوم، تسجل عنا 15 حادث سير نتج منهم 19 جريح، بنتمنى لهم اكيد الشفاء العاجل. محاضر رادار تنظم 782 محضر سرعه زائده خلال ال 24 ساعه المنصرمه. بنطلب من المواطنين يتوخوا الحذر اثناء القياده، وضع حزام الامان، عدم تجاوز السرعات المحدده على الطرقات حفاظا على سلامتهم. وخط مساخن بنذكرهم 17-20. وهذا كل شيء مبدئيا لهالساعه. شكرا لك المؤهل الاول احمد شعبان لكل العاملين في غرفه التحكم المروري.